في عدد من الدول تعزز حملات التطعيم أمل الخلاص من كابوس كورونا، لكن بطئها في دول أخرى يعرقل ذاك الأمل. جائحة كورونا تواصل حصد الأرواح في الهند ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية. وأمام موت تتصاعد وتيرته بفعل الجائحة، لا حيلة لهؤلاء إلا البكاء. لا يمكننا فعل أي شيء، يتم نقل الجثة مباشرة من المستشفى هنا، لا يمكننا حتى أن نكفن المتوفى، ولا يمكننا أن ندفنه بشكل لائق. هكذا يواصل الفيروس تمدده بنسخته المتحورة في الهند. سلطات البلاد أعلنت تسجيل أكثر من 257 ألف إصابة جديدة خلال الساعات 24 الماضية، وما يزيد على 4000 وفاة. أما دول أمريكا اللاتينية، تلك التي سجلت أكثر من مليون وفاة منذ تفشي الوباء، فتعاني من ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات في ظل نقص في اللقاحات والمستلزمات الطبية. البرازيل والمكسيك وكولومبيا والأرجنتين والبيرو تسجل أكثر من 3900 وفاة يوميا. تبدو دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في طور إعادة الحياة إلى طبيعتها، وتتهيأ دول الاتحاد لفتح أبوابها للمسافرين حتى دون فحص مسبق بنتيجة سلبية. ألمانيا فتحت المساحات الخارجية للحانات والمطاعم، وألغت فحص كورونا للمسافرين القادمين من فرنسا، كما أعلن وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون. لكنها كذلك فرضت حجرا صحيا للقادمين من المملكة المتحدة احترازا من الفيروس المتحور، على الرغم من تراجع ملحوظ لأعداد الإصابات في المملكة.